السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكل ديالي المهم نعرفه أولا براسي، أنا أستاذ عبد الواحد أنو، أستاذ الرياضيات للسلك الثانوي الإعدادي. كنت أشتغل بفم الحصان، ببلدة فم الحصان بإقليم طاطا جهة قلميم السمارة سابقا. بعدما تخرجت عن مباراة بالمركز الجهوي بالقنيطرة في سنة 2012-2013، ثم بعده قمت بتكوين في السونتر ريجيونال دونسونيمو دو فورماسيون بوجدة، في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة. ثم تخرجت بعدها أستاذ للرياضيات للسنك الثانوي التأهيلي، لكن التعيين التعسفي الذي أتى بعد ذلك كان يعني كان كانتقام وعقاب من قبل إدارة مراقبة التراب الوطني ومصلحة الاستعلامات إلى منطقة نائية لا ترى أمامك إلا القفار والفيافي والصحراء، إلى بلدة فم الحصن إقليم طاطا. لكن ليس العيب في إقليم طاطا ولا في بلدة فم الحصن، وإنما أنا عندي مشكل تاريخي. عندنا واحد العم ديالي، أخ الوالد ديالي، تقتل في سنوات الرصاص، قتل في سنوات الرصاص، كان في هذيك الفتره اللي تقتل فيها عباس المساعدي، كانوا كيقولوا مشى باش يفكوا من السجن، بعد ذلك قتل. لكن حنا ما داروا معنا لا انصاف ولا مصالحه ولا حتى شي حاجه، الا ان اداره مراقبه التراب الوطني اخذ الامور بجديه، وتعرضت لانتهاكات جسيمه لحقوق الانسان. من 2010 كنت لا أزال طالبا بالجامعة إلى حدود التوظيف ديالي في 2013-2014 اللي دخلت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن مباراة في 2012. ثم تدخل ديالهم في التعيين، لأن تعرضت للتعيين تعسفي بعد عام يعني من التكوين ديالي، من التخرج ديالي كأستاذ، تعرضت للعزل التعسفي من قبلهم بعدما وقعت لي حادثة في الجنوب الشرقي في بلدة فم الحصن، حيث تعرضت لتهديد عن طريق قوات عسكرية. وأنا تقتل العم ديالي وصفتني عند واحد المنطقة عسكرية فيها غير الثكنات العسكرية، فيها في بين بيزكار وفم الحصن كان جوج ديال الثكنات العسكرية، بالإضافة للثكنات ديال القوات المساعدة، بالإضافة إلى يعني منطقة عسكرية، منطقة ديال المخزن. وانا كنت في شاب في مقتبل العمر، خايف وكنعيش الخوف، لان كنعاني امراض مزمنه والحاله الصحيه ديالي لا تسمح لي بالعمل بذلك. ودرت ميرف تيب، او عندي ميرف تيب سارافقه في المرافقات اللي غادي نوجه الرساله ديالي صاحب جلال الملك محمد السادس في رساله استعطافيه لاجل ارجاعي الى العمل وانصاف وسط الضحيه. مولاي صاحب جلاله الملك محمد السادس، وبعد تقديم لحضرتكم فروض الطاعة والإجلال، يشرفني يا مولاي رعاكم الله وحافظكم للإنصاف أستاذ ضحية، ويجب تدخل مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة وحقوق الإنسان وجبر الضرر في انتهاكات جسيمة سبق وأن تعرضت لها، وأتقدم إلى المصالحة. وعلاقة بموضوع أنني أستاذ، تم توقيفي من وظيفتي وعملي كأستاذ الرياضيات بجهة قلميم السمارة سابقا، بينما أنحدر من إقليم الدريوش بلدة ميدار، وهذا نتيجة مغالطات وإشاعات سبق أن نبهت إليها موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني، غير أنه رغم ذلك تسبب لي ذلك في التعيين التعسفي، وبعده بعد عام تسبب لي في العزل التعسفي من العمل بجهة قلميم السمارة باب الصحراء إقليم طاطا بلدة فم الحصن من ثانوية بني الإعدادية. وهذا العزل التعسفي من العمل والوظيفة بعد أن ذقت لأزيد من عقد من الزمن من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنذ سنة 2010-2011 على يد بعض مسؤولي إقليم الدريوش، وأخص بذكر ما نتج عن المغالطات والإشاعات التي تعرضت لها والتي أثرت علينا ومسؤولي الاستعلامات بعمالة إقليم الدريوش، ونتيجة لمغالطات وأخذها محمل الجد والتسبب لي في الأضرار في حياتي كاملة نتيجة أخطائهم. ولهذا يا مولاي استعطفكم بعد أن أقدم لكم فروض الطاعة والولاء، وأتقدم إلى مصلحة الاستعلامات إلى إدارة مراقبة التراب الوطني بالاستعطاف والاعتذار والصفح عني وإرجاع العمل، وخاصة أن هناك التقادم في هذه المشاكل التي مرت منذ وقت طويل. وأتوجه إلى مقامكم العالي بالله برسالة استعطاف
عن أمور حدثت لي وأشياء أخرى لم تكن بالحسبان، بينما أنا ضحية حقيقية رغم أن الأخطاء لا يخلو منها أي إنسان على وجه البسيطة، غير أنه من الواجب تداركها وتصحيحها. وأعتذر عن أخطائي لم أقع فيها لوحدي، بل جل البشر يقعون في الأخطاء ولا بد من تصحيحها. كما أنني أعترف يا مولاي أنه قبل أكثر من عقد من الزمن كنت من بين الشباب الذين شاركوا في الحراك المغربي بان حركة 20 فبراير، وانخراطنا بالحماس من أجل إصلاحات دستورية ومن أجل أن ترى بلادنا ومن أجل أن نرى بلادنا كما السويد والنرويج والدنمارك وكما بقية البلدان المتقدمة المزدهرة والتي لا توجد بها البطالة، وهو ليس نتيجة الحماس فقط بل الذي جعلنا ننخرط أيضا في الحراك المغربي هو نتيجة التهميش والفقر والبطالة والإقصاء وعدم إدماج المسؤولين أو التجاوب معهم من طرف بعض الأحزاب أو غيرها. كي سيجد الشباب ضالتهم في الانخراط في مبادرات في مجتمعه ودولته ويقدم خدمات جليلة ونبيلة للناس بانخراطنا. أولا، ضمن حركة 20 فبراير لغرض السير ببلادنا نحو الأفضل والتغيير، وهو الأمر الذي سرعان ما قمتم بالتجاوب معه ومع شباب الحراك المغربي وإقراء إصلاحات دستورية كما قمتم بها يا مولاي. يوم اجتمع عليكم الشعب المغربي وجميع المغاربة في الداخل والخارج بعد خطاب 9 مارس بالتحديد، كما سبق أن اجتمع المغاربة قاطبة حول جدكم المغفر له جلالة الملك محمد الخامس سليل الدوحة الشريفة. وأنذاك كنت حديث التخرج من الجامعة وتزامنت مع تعرضي لمضايقات وتخويف وانتهاكات تصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما أعطى نتائج سلبية أثرت على صحتي ونتيجة مضاعفات أخرى صحية ونفسية. ونتيجة عن ذلك وعلما أن ملفي لم يقطع أي أشواط مهمة منذ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 إلى حدود الساعة، بل هو في رفوف وزارة التربية الوطنية واحتفظت به مصلحة الاستعلامات وإدارة مراقبة التراب الوطني لإقليم الدوش. ومنذ صبيحة يوم توقيفي عن الوظيفة وعملي أرجو من مولاي جلالة الملك أن يتم إعادتي إلى وظيفتي وعملي ويفتح تحقيق ويتم إعادة النظر في مكان التعيين والعمل الأول، وبعده فيما نتج عن ذلك من توقيف تعسفي عن العمل. وحتى لا يقال للمواطن يا مولاي طلعت كل الكرموس نزل شكون قال لك طلع، يعني إعادة النظر في مكان العمل الذي تم تعييني به أول مرة، وكذلك أخذ بعين الاعتبار المرض المزمن بل والأمراض المزمنة التي تنخر جسدي. ورغم ذلك التحقت بالعمل بجهة قلميم السمارة إلى غاية حصولي على شهادة الكفاءة المهنية، وكذلك أخذ بعين الاعتبار المرض المزمن الذي تعانيه والدتي وكذلك أخي الأصغر كما تثبت الشواهد الطبية. وبعد هذه الأمراض والملف الطبي وبعض هذه الأمراض المزمنة ناتجة عن انتهاكات سبق أن تعرضت لها أثرت على حياتنا بشكل كامل وعلى صحتي وأدت إلى مضاعفات صحية كثيرة. ثم إعادة النظر في مكان التعيين ببلدة فم الحصن، تلك المنطقة المتواجدة على الحدود وبما تحمله من حمولة تاريخية، وتواجد فم الحصن على بعد تندوف والصمتة وتبعد ببعض العشرات من الكيلومترات. وتعيين مواطن مغربي أستاذ سبق وأن كان منتمي إلى حركة 20 فبراير وشارك في الحراك وأحد أعمامه ضحية قتل ضحية زمن سنوات الجمر والرصاص، ولا يزال الخوف يدب في كياننا. وكنت لا أزال أتخوف من كلمة المخزن، ونتيجة ما تعرضت لها من انتهاكات وسبب لي الخوف في البداية، مع العلم أنني رجل تعليم كان سيتعرض للخطر هناك لأكثر من مرة، وكما كان سيتعرض لاختفاء قسري كما تعرض له أحد أفراد عائلتي زمن سنوات الجمر والرصاص، غير أنه بريء والجميع يشهدون بأن ابن الحاج محمد عبد الرحمن المقاوم الذي قتل إبان سنوات الجمر والرصاص كان بريئا. وكل هذا تسبب لي في الخوف أمام تعييني في تلك المنطقة المتواجدة في التراب إقليم طاطا. فلولا معرفتي وتعرفي على عائلات وآباء وكان أبناؤهم يدرسون عندي لما بقيت هناك نتيجة الخوف والمرض الشديد والأمراض التي تعانيها أسرتي، ولهذا طالبت بتدخل هيئة الإنصاف والمصالحة وإعطاء أمركم السامي، كذلك تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن قضيتي بالدرجة الأولى قضية إنسانية يا جلالة الملك. وكذلك ولتواجد الثكنات العسكرية والمؤسسات الأخرى هناك
ومركز القوات المساعدة ومركز الدرك والاستعلامات والتي عليها أن تحمي المواطن يلتجئ إليها ونحن نتواجد على الحدود. تواجد الساكنة بالنسبة لي هو ما خفض درجة الخوف والفوبيا، وأباء التلاميذ الذين كنت أدرسهم وأباء التلاميذ الذين يحرسون الحدود، إلا أنه بسبب المرض تسبب لي في الخوف والفوبيا نتيجة تعيين أستاذ كان ينتمي إلى حركة 20 فبراير وتعيين التعسف ومعاقبته على مشاكل هي من الماضي، وهو الأمر الذي لم يجعل عقلي ناضجا كي أستوعب كل هذه الأمور، إلا أنني ما أعلمه أنني كسبت قلوب الكثيرين ومن الأسر والعائلات هناك والتلاميذ، لأنني كنت أقوم بتقديم رسالتي كما ينبغي وضمنها عائلات في المؤسسة العسكرية والتي تحرس الحدود، وجميعا كنا نقدم خدمات جليلة للوطن. لولا المرض المزمن والخوف والفوبيا المسيطرة علي كنت سأبقى وأتعايش مع المرض المزمن لولا توقيف أيضا التعسف. وأنا شاب في مقتبل العمر وحديث التعيين التعسفي، وكنت بحاجة إلى تعيين جديد إلى منطقة أخرى تمكن من مزاولة عملي في ظروف نفسية ملائمة، وهذا كما قلت نتيجة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرضت لها منذ 2010-2011-2012. قبل التعيين التعسفي في 2013 وبعدما قامت الاستعلامات بالتسبب لي في العزل التعسفي، بعد السنة الأولى من التعيين إلى منطقة لا ترى أمامك إلا القفار والفيافي والصحراء والأحجار السوداء رراء الشمس المحرقة، ووظيف المرض المزمن الذي ينخر أجسادنا الضعيفة والنحيلة، وأنا شاب في مقتبل العمر وليست لي تجربة أخرى تسبب لي كل ذلك الخوف والتخويف والفوبيا والإرهاب النفسي الشديدين، وخاصة أنه سبق لي وأن تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحملتها لأجل تجاوز المرحلة، وكان على وزير حقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والأحزاب والنقابات التدخل ومعالجة الأمر والوضع والحد لأجل تجاوز ذلك وبداية حياة جديدة بالنسبة لي بعيدة عن أي منطقة فيها مشاكل. يا مولاي صاحب الجلالة والمهابة، عندما تلقت مصلحة الاستعلامات المعلومات والإشاعات وتمت مغالطتها، ولهذا أدى ذلك إلى انتهاكات في حقي، وهو ما اعترف به رئيس مصلحة الاستعلامات لقنين ديوش بأنني إنسان بريء واستحق لأية مبادرة معهم وأية مبادرة للإنصاف والمصالحة وجبر الضرر، وكل هذا ناتج عما تسبب لي فيه الغير لإلحاق بالضرر والضرر بالإضافة إلى التعيين التعسفي في حقي. وكما أن هذا ناتج عن مغالطات تلقتها مصلحة الاستعلامات ولم تعالج الأمر بالقانون أو يتم استدعاء الامتثال أمامهم لأجل أن يحصلوا على المعلومات من مصدرها، وأنا كنت شاب حديث العهد يعني حديث السن في مقتبل العمر، رغم اعتراف الكثيرين بكفاءة الدبلوم الذي حصلت عليه في شعبة علوم الرياضيات والإعلاميات حيث أفنينا زارة شبابنا وعصارة حياتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص ونكران للذات وتحمل جميع أنواع التعب والمشقة والمعاناة لسنوات طويلة من الجد والاجتهاد في شعبة مهمة وتخصص مهم ببلادنا بالحاجة إليه بالحاجة إلى العلوم الرياضيات، وضحينا بعمرنا بأكمله بصمت وجهد واجتهاد كي لا يكون مصيرنا الضياع وكي لا يكون في وطننا مصير أستاذ هو الضياع والتشرد، كما أؤكد أن المنابر الإعلامية شهدت في مظلوميتنا. لقد طال انتظارنا يا مولاي إذ نهيب بجلالتكم التدخل الشخصي لإعادتي إلى عملي وإنصافي وجبرا للضرر وخدمة للصالح العام. أنتم يا مولاي رمز العدالة والإنصاف، نلتمس منكم أن تشملوا لنا بعاطفكم وعفوكم الأبوي وبرعايتكم وعنايتكم، فما خاب من وقف أمام عتابكم الشريفة. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، إننا نهيب بجلالتكم يا عاهل المفدى ومنصف الضحايا والمستضعفين التدخل الشخصي لإنصافه ويرجع الحقوق إلى آلية لوضع الحد لهذا الحيف والحرمان وإعادة الاعتبار لكرامة الأستاذ والتي لم ننعم منها منذ زمن طويل إلا بفضلكم وذلك بإعطاء أمركم السامية والمطاعة إلى حكومة جلالتكم وإلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنصافنا ورفع عنا الظلم والحيفة وتحسين الأوضاع والأمور. مولاي محمد السادس، أملنا في جلالتكم كبير بعد الله عز وجل يا رمز الحق والعدالة الاجتماعية والاستقامة والإنصاف، وحفظكم الله ورعاكم وأبقاكم ذخرا وملاذا آمنا لهذه الأمة الأبية وضامنا لوحدتها وأمنها واستقرارها ورقيها وعدلها. الله يبارك في عمر سيدي والسلام على مقامكم العالي بالله الأستاذ عبد الوحيد آنو.